نتمنى تكون عجبتكم الفقره الاولى ديال من دار لدار. اول حاجه بغيت نشكر باسكو ديما تنبغي نقولها وتنسى، بغيت نشكر بزاف الجاليه المغربيه اللي ساكنه في اللي ما ساكنينش في المغرب بيان سور، جاليه اللي ما احتماليه من اليوم اخويا جاتني الزخفه، ونشكر الناس الجاليه اللي كيصيفطوا لي لي ميساج كل نهار من وليبيا، مصر، كندا، طاليان، كاع الناس اللي كيصيفطوا لي وكيتفرجوا البرنامج، شكرا بزاف لكم. الاسباني وزيدوا زيد فريمون اللي خطاكم علينا، شكرا بزاف على الميساج ديالكم، وان شاء الله جينا نقدر نجي ندير من دار لدار فرنسا ما رجعش صافي. نشوفوا السؤال ان شاء الله. السلام عليكم. لا 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 شد الحاجه باش كلشي بخير. كي داير مع قناه ميدي ان تي في؟ واش نقدروا نشوفوا التلفازه؟ نعم نقدروا. بسم الله سيدي سيدي. السلام عليكم. لاباس الله. هاي التلفازه. يلا كي دارت الحاج؟ هاج الحمد لله الله يبارك لاباس عليك. دوير دوير زيد انت اول الحاج دوختينا الحاج اجي كي داير المغرب لاباس عليك الله يبارك. شو اسمك الله سيدي؟ هرار عمر. سي عمر اش كدير في حياتك؟ متقاعد. متقاعد كنتي كدير قبل التقاعد؟ كنت في الجيش. في الجيش تبارك الله عليك، تحيه كبيره للناس اللي فريمون شكرا بزاف لكم واللي خطيكم علينا. الوغ السؤال اللي غنسولك اليوم هو شحال من واحد مات في المعركه اللي دار شهريار ضد الاسكندر؟ شحال من واحد دار شحال من واحد مات يا ربي تحفظنا وتحفظكم من في المعركه اللي دار شهريار ضد اسكندر؟ 50 تبارك الله عليك. الله يبارك. سير الله ينصرك. امين. هاتيني باش اللعيبه هاش هاش هاش. هذه الحاج انت اللي شوف انت اللي غادي. لا غلبتني لا. لا 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 انا تنقول. غلبتني. وشكرا اللي تتبعكم بعدا. جميل. كيعجبك بعدا؟ انا كتعجبني ميدي ان كلها. الله يحفظك. لانه ميد راديو ميدي ان في الراديو. داك اللي خطيك علينا واللي فاهم هذاك كتعجبك. اه ولا اللي خطيك. قول لي انت اللي غتمشي ان شاء الله. عرفتي فين؟ عرفتي علاش جينا بعدا؟ ما عرفتيش؟ ما نعرف والله. جينا نعطيوك عمره. باش تمشي ان شاء الله دير عمره. وبهدات لك من طرف قناه ميديا انت. واش فايت منك مشيتي؟ لا كتب الله لا ما عملنا مشيت. مشي ان شاء الله حنا جينا تعطينا لك ان شاء الله. غادي تمشي لها ان شاء الله في الميلود وجد راسك. ما تنساش ليا التسابيح من تكون جاي ان شاء الله. ان شاء الله الرحمن الرحيم. انت بحال هذوك في الاخبار كيبقاو الله. اسمك الله. اسماعيل. اسماعيل فاش كتقرا؟ تسعه. تسعه تبارك الله. نجحتي؟ اه نجحت. يلا صافي سير شكرا. اجي الحال. الله يديك على خير. ويجبرك على خير ان شاء الله. وان شاء الله يدخلك بالصحه والسلامه. لا كتب الله ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله الله يطول في عمر وان شاء الله ما تنساش تدعي معنا. شي دعوه واش شكل حاجه بحال اللي غفلناك؟ لا لا ابدا والله والله غير شويه عطشت اليوم بزاف. والله يديك على خير ويجيبك على خضيت ورات. يلا غير اشرب اشرب نسمعك شي مقطع من اذان صلاه المغرب بلاش. ما بقى والو. والله يديك على خير ويجيبك على خير. بارك الله فيك. قول لنا شي دعاء دغيا دغيا. سيدي الله 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 يوفقكم في الدنيا وفي الاخره. هذا الشيء اللي غادي نقول لكم. الله يسهل الامور ديالكم. الله يسهل امركم دنيا واخره. الله يحفظك. ارى لي لعيبتي كخود اجي رضوان اجي انت راه وليداتك توحشوك حتى نسيتك قبيله. رضوان المرقب بالمرضي من مدينه روسيا الشقيقه. شكرا اخي. الله يحفظك. يلا تبارك الله عليكم. الله يدخل عليكم الصحه والسلامه ونتمنى نكونوا خفاف على قلبكم. انا باينه باش شويه غنبقى نفطر ملي غنمشي. يلا اللي يخطقوا علينا نتلاقاو غدا ان شاء الله. غادي نكون ان شاء الله في مدينه التاونات غدا الى بغى الله. دونك نتلاقاو تما ان شاء الله. زغرتي الحاجه جاغيف عرقت اليوم.